السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في قناتكم أنا المحترف. بداية، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم جديد هذه القناة إن شاء الله. أمازون قامت مؤخرا بعدة تغييرات في أمازون كيندل. أولها أصبح رقم ISBN، يعني لا يتوفر بشكل مجاني بالنسبة للكتب قليلة المحتوى أو كتب منخفضة المحتوى مثل النوت بوك، جورنالز، وأيضا لوج بوك، وأيضا نوت بوك وجورنالز وبلانرز ولوج بوك، يعني كل الكتب التي تتكرر صفحاتها. وهذا لا ينطبق على الكتب المنخفضة المحتوى الأخرى مثل كولورين بوك وبازل بوك وكتب القصص إلى غير ذلك، والكتب التي يتم تقطيعها، يعني الكتب الأنشطة الأخرى، يعني كل الكتب التي لا يتم تكرار صفحاتها في الكتاب الذي تقوم بإنشائه. الشيء الثاني الذي قامت به أمازون هو إلغاء خاصية لوك إنسايد، يعني هذه الخاصية التي تظهر محتوى الكتاب من الداخل للزبائن. السؤال الذي يطرح، هل يؤثر ISBN على المبيعات، وهل خاصية لوك انسايد تؤثر أيضا على المبيعات؟ الجواب لا، خاصية ISBN لا تؤثر على المبيعات، يعني بشكل مطلق لا تؤثر على المبيعات. ولوك انسايد أيضا لا تؤثر على المبيعات. لماذا؟ وذلك يعود لسببين اثنين. السبب الأول هو أن معظم الأشخاص الذين يشترون الكتب لا يعرفون أن هذه الخاصية موجودة أصلا، سواء اشتروا عن طريق الهاتف أو عن طريق الحاسوب أو عن طريق أي جهاز آخر، فهم لا يعرفون هذه الخاصية موجودة أصلا. فقط يعني نحن كناشري المحتوى نعرف هذه الخاصية أنها موجودة. السبب الثاني هو أن معظم أيضا الأشخاص الذين يشترون عبر الإنترنت يشترون عبر الهاتف، وهذه الخاصية لوكينسايد غير متوفرة في الهاتف، فالشخص الذي يشتري عن طريق الهاتف لا تظهر معه هذه الخاصية لوكينسايد. السؤال الآخر، ما هو بديل هذه الخاصية لوكينسايد؟ البديل الأول هو أنك تقوم بإضافة صفحات من المحتوى في ظهر الكتاب، في ظهر الغلاف، في الغلاف الخلفي تقوم بإضافة صفحات الكتاب ليراها المشتري. الخاصية أو البديل الثاني هو يعني الاستعانة بخاصية A plus content، وهذه الخاصية أيضا موجودة الآن، متاحة في أمازون كيندل بشكل مجاني، يمكنك الاستعانة بها. إذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن أكون قد أزلت اللبس عن هذا الموضوع. هذا أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.